اولا دكتور عفت اكتر من موضوع كان ملغي منه حاجات هي نزلت تاني لغت حاجات. يعني لو حضرتك بتذاكر من الورق بتاعنا بتاع دونت فورجيت ففي مواضيع موجوده اتشالت برضه. يعني مثلا ستايلنج لو بتاع الماسل هي خلاص ثابت ستايلنج لو بتاع الماسل في الماسل بس، يعني المفروض ما تتسالش عليه في البايوفيزكس. تمام، كان في حاجه اسمها لود فيلوسيتي ريليشن شيب دي برضه كانت في الماسل، هي بتقول لك الكلام دوت في الماسل. طب وبتوع الهالت؟ لا دول في الهالت. فالحاجات اللي عليك اصبحت محدوده. ايه مواضيع البايوفيزكس اللي عليك؟ اول موضوع عندنا اسمه الكومبلاينس، وبعدين هنتكلم على ستالينج في الكابيلاريز، وبعدين هنتكلم على قانون عمنا لابلاس، وبعدين هنتكلم على حاجه اسمها الهيمودينامكس، وبعدين هرجع اكمل تاني الكومبلاينس، لان الكومبلاينس دول خمس حاجات. قبل ما ابدا، فالناس نوعين، نوع بيهتم قوي قوي بكل كلمه، وانا مش من النوع ده خالص، ودوت ساعات كتير يغلق نفسه بنفسه، يعني يوم جايب طوبه كده وضابط رجله في الطوبه ورميها في الميه ونازل معاه يغلق. ليه؟ انه هيقعد يضيع اوقات طويله جدا في فهم كلمه قد لا يكون لها اي قيمه. بينما نوع تاني من البشر، انا بنتمي لهذه المجموعه، اللي هو السؤال انت عايز ايه؟ يعني ايه الموضوع بس من بره كده؟ فهمني كده انت عايز ايه مني؟ تمام؟ وانا شخصيا بشوف ان انت لو فهمت البايوفيزيكس مش لازم باعماقها الدقيقه قوي، بس مجرد انت تفهم تلاقي نفسك بتحل، بس تفهم. تمام؟ فبدايه تعالى ما نبدا نتكلم عن الكومبلاينس، خصوصا الكومبلاينس اوف ذا لانج، لانها تعتبر اغلس حاجه في الموضوع كله. من وجهه نظر البعض ادي الكومبلاينس اوف ذا لانج اغلس حاجه، انا شخصيا كنت بكره الشرحه جدا. بس يا دكتور معلش احترم كونك طالب في سنه اولى لسه ما تعرفش يعني ايه لانج اصلا. يعني في حاجات انا هقولها ما تسالنيش جاك منين، عايز تسالني اسالني بعد الحصه بقى، اقعد اجيب لك لانج من اولها. بس كبدايه احنا عايزين، مش عايزين تفاصيل عميقه جوه اللانج، عايزين نفهم طب هي ايه الكومبلاينس اصلا. الكومبلاينس اول حاجه تقولها لنفسك ان الكومبلاينس باللغه العربيه هي الطواعيه. يعني ايه الطواعيه؟ يعني هل الاستراكشر او الاورجن الهولو، هولو يعني اجوف، يعني الاستراكشر بيطوعك ولا ما بيطوعكش؟ يعني ايه الاستراكشر بيطوعك؟ بيسمع كلامك ولا ما بيسمعش؟ يعني تعالى دكتور بالبلدي كده نقول ان انا هقول لايدي افتح، فمت ايدي عامله كده، ايدي بتطوعني ولا لا؟ طوعني، واضح ان انا ما قلت لها اتفتحي. هاجي لايدي تاني واقول لها طيب افتحي، قامت عامله كده، هل ايدي بتطوعني؟ لا كده مش بتطوعني. هو ده بالظبط معنى الكومبلاينس او الطواعيه. هل الاستراكشر بيغير حجمه كتير مع كل وحده ضغط، ولا بيغير حجمه حاجه بسيطه مع كل وحده ضغط؟ اذا رياضيا الكومبلاينس هي الدلتا في على الدلتا في. تاني وبالراحه خالص وافهم الكلام ده علشان تكتشف الموضوع قد ايه بسيط. هنيجي على اي استراكشر ونقول له افتح، بس مش هنقول له افتح بالكلام، احنا هنقول له افتح يعني هندي له وحده ضغط واحده. فهندي له وحده ضغط واحده، بريشر يونت واحده، نلاقي الفوليوم بتاعه اتغير كده، يبقى الفوليوم كتير لليونت اوف بريشرز، يبقى الكومبلاينس بتاعته عالي. طيب هنيجي على استراكشر تاني ندي له يونت بريشر برضه، هلاقي الفوليوم عمل كده، يبقى الفوليوم اتغير حاجات بسيطه، اذا الكومبلاينس قليله. حد فاهم؟ لو حضرتك فاهم هذه المعلومات البسيطه فتقريبا كده اغلب الكومبلاينس هيمشي معاك سهل. ليه؟ تاني الكومبلاينس معناها هو الحجم بيتغير قد ايه لكل وحده ضغط. ولو الكومبلاينس عاليه يبقى كل وحده ضغط بتعمل تغير كبير في الحجم، ولو الكومبلاينس قليله يبقى كل وحده ضغط بتعمل تغير صغير في الحجم. حد فاهم اللي انا قلته؟ حد؟ ومن البديهي، واسمع الجمله اللي جايه كويس، ان الاستراكشرز علشان تبقى كومبلاينت لازم يكون فيها درجه من المرونه، لازم يكون فيها درجه من الاستستي، صح؟ ولكن من العجيب انه كلما زادت الالاستيك فايبرز قلت الكومبلاينس. ازاي يا عم؟ ازاي الاستراكشر لازم يبقى فيه درجه من المرونه
بس لو الالياف المطاطيه زادت الكومبلاينس بتقل. طب تعالى كده اما ناخدها بالراحه خالص ونجيب كوبايه خشب، وهقول لحضرتك لو سمحت انفخ الكوبايه الخشب وخلي حجمها يكبر ولا 10,000 سنه، لان طالما ان الكوبايه خشب يعني ما فيهاش مطاط خالص مستحيل حجمها يزيد، اذا الكومبلاينس معدومه. لو ما فيش الاستيك فايبرز خالص مش هيبقى فيه كومبلاينس اصلا. فاهم اللي بقوله؟ طيب يبقى لازم يبقى في درجه من درجات المطاطيه او المرونه. قمت جايب كاوتش عربيه مليان مطاط وبالونه فيها مطاط قليل، وقلت لصالح يا صالح انفخ الاثنين، صالح هينفخ كاوتش العربيه اسهل ولا البالونه اسهل؟ البالونه، عشان كاوتش العربيه المطاط فيه زاد قوي. حد فاهم اللي انا بقوله؟ يبقى مفيش تعارض ما بين الجملتين. الالاستيك فايبرز لازم تبقى موجوده عشان يبقى فيه كومبلاينس، صح؟ لكن اذا زادت الالاستيك فايبرز قوي اصبحت تشكل درجه من درجات المقاومه ضدك، فتبدا الكومبلاينس تيل. لو انت فهمت الكلام ده فانت فهمت المعلومه اللي انا عايز اقولها لك، وهي ان الكومبلاينس عكس الالاستنس. الكومبلاينس عكس ايه؟ ما هو الالاستنس؟ هو كميه المطاط اللي في الاستراكشر، كميه الالاستيك فايبرز. تاني الاستراكشر علشان يبقى كومبلاينت وقابل للتمدد والاتساع لازم يبقى فيه درجه من درجات المطاطين، ولكن اذا زادت كميه الالاستيك فايبرز تبقى دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا دي تبقى حاجه وحشه. ليه يا عم اسامه؟ عشان المطاط ده نفسه بيقاوم، وزي ما قلت لك هات البالونه انفخها تفهم بسهوله، اصل فيها مطاط بس قليل، انما هات كاوتش عربيه انفخه ما بيتنفخش بسهوله، لان كاوتش العربيه مليان اساتك مليان مطاط بزياده. فالكومبلاينس عكس الالاستنس، وده يخليني افهم مع حضرتك ان لو الكومبلاينس بتاعه اللنج 200 ملي، ويعني ايه الكومبلاينس بتاعت اللنج 200 ملي لكل سنتيمتر ووتر؟ يعني لو حضرتك عملت وحده ضغط سنتيمتر ووتر واحد، سنتيمتر ووتر يا شيماء ده وحده الضغط، الحجم هيتغير قد ايه؟ 200 ملي. ده معنى ان الكومبلاينس 200 ملي. طب الكومبلاينس بتاعت التشيست وول قد ايه؟ قال لك التشيست وول لوحده هو كمان 200 ملي. طب ولو حطيت الاثنين مع بعض؟ قال لك هتلاقيهم هما الاثنين مع بعض بقوا 100 ملي بس. فيجي واحد عبيط يقول لي ازاي؟ اقول له يا ابني ما هو انت بتشتغل ضد المقاومه، بتشتغل ضد مقاومه اللنج لوحدها غيرت الحجم 200، بتشتغل ضد مقاومه التشيست وول لوحدها غيرت الحجم 200، حطيت الاثنين جوه بعض بقى في مقاومتين ضدك، يبقى الحجم يتغير اكتر ولا اقل؟ اقل. عشان كده الكومبايند كومبلاينس بتاعت اللنج اند تشيست وول اقل من كل واحد لوحده، وتقريبا هي النص، لان ده لوحده حاجه وده لوحده حاجه، حطيتهم مع بعض بقوا ضعف عليك، فانت هتغير الحجم اقل. حد فاهم حاجه من اللي قلته؟ يبقى خليك فاكر ان الكومبايند كومبلاينس بتاعت اللنج والتشيست وول قد ايه يا دكتور؟ 100 ملي، مع ان اللنج لوحدها 200 والتشيست وول لوحده 200. طب وليه الاثنين مع بعض بقوا اقل؟ تقول لي يا دكتور ان انت كده جمعت المقاومتين وشغلت الضغط. وخليك فاكر بقى الجمله دي، ان الكومبلاينس انت عايز تغير الحجم ضد مقاومه، عايز تغير الحجم ضد ايه؟ وكلما زادت المقاومه ضدك يبقى الكومبلاينس ستصبح يعني التغير في الحجم هيبقى اقل، وكلما قلت المقاومه فالكومبلاينس هتبقى اعلى يعني التغير في الحجم هيبقى اقل. فاهم يا دكتور الكلام ده؟ نعم. حضرتك قصدك بالمقاومه الاستنس؟ المقاومه جزء كبير منها هي الالاستنس، تمام، اللي هي كميه المطاط اللي في النسيج، ولكن ممكن تيجي عناصر تانية تقاومني انا ما اعرفش. يعني المطاط بيقاوم بس الكونكتيف تيشو هيقاوم اكتر، تمام، الالياف تقاوم اكتر. وصلك؟ كويس. طيب يا دكتور احنا فهمنا البدايات، كلمنا بقى عن الكومبلاينس اوف ذا. فبدايه لو حضرتك حابب ندرس الكومبلاينس اوف ذا لانج فاحنا هندرسها اولا ان فيترو
ثم هنرجع ندرسها تاني ان فيفو. قالوا لي يعني ايه هتدرس الكومبلاينس اوف ذا لانج ان فيترو؟ قلت لهم يعني في المعمل، يعني هنجيب يا سليم القطه وناخد الرئه بتاعتها، مش هاخد الرئه بتاعتك انت في المعمل يعني، وهقوم داخل المعمل وهقوم حاطط الرئه في بلطمان. بلطمان بلطمان قولها زي ما بقولها. المهم هسال حضراتكم السؤال، انفخ الرئه ازاي؟ فالراجل ده قال لي انفخها ببساطه، زق الهواء جوه. قلت له صح. في حل تاني؟ قالوا لي اه، انك تقلل الضغط حوالين الرئه من بره. ما هو لو حضرتك عندك بالونه او كوره، يا اما تزق البريشر جوه مباشره هتتنفخ، يا اما تيجي عليها من بره وتقلل الضغط حواليها. لو حضرتك يا دكتور قللت الضغط حوالين اي حاجه فده قوه شد، تقوم الكوره او البالونه تتنفخ. حد فاهم حاجه؟ يبقى حضرتك علشان تنفخ اي ستراكشر، وانا بتكلم مين يعني اللنج، يا اما تزق الضغط مباشره جواه، يا اما الضغط تقلل الضغط حواليه من بره. الراجل قاعد هناك ده قال لي طب وانت بتقول لي الكلام ده ليه؟ ما تزقه جوه وخلاص. قلت له معلش، اصل انت لما تطلع سنه ثالثه ستكتشف ان الرئه بتاعت حضرتك قاعده جوه حاجه اسمها الغشاء البلوري اللي هو البلورا، وساعتها هنقول لحضرتك الضغط جوه الرئه اسمه انترا بالمونري. اسمه ايه؟ بينما الضغط جوه البلورا اسمه انترا بلورال. اسمه ايه؟ فلو حضرتك واخد بالك وحطيت الفكرتين دول، فانت عشان تنفخ الرئه تعمل حاجه من اتنين يا عم احمد، يا اما تزود الضغط جوه الرئه اللي هو الانترا بالمونري، يا اما تقلل الضغط في البلورا اللي هو الانترا بلورا. حد فاهم؟ فعلشان كده هي نفس الفكره، بس البني ادم بيستخدم ده انه يقلل الانترا بلورا بريشر. يعني من دلوقتي ومن قبل ما تطلعي سنه ثالثه، هو حضرتك الهواء بيخش جوه صدرك الاول؟ لا، انت اول حاجه بتعملها انك توسع صدرك، فالضغط حوالين الرئه يقل، تقوم الرئه تتسع، تقوم سحبه الهواء يخش. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله؟ يبقى ليه احنا قلنا لحضرتك ان احنا هنقلل الضغط حوالين الكوره او حوالين الرئه؟ عشان يصالح ده اللي بيحصل في الحياه فعلا، ان احنا مش بنزود الانترا بالمونري بريشر، احنا بنقلل الانترا بلورال بريشر. بنقلل ايه؟ يعني من الاخر كده، العبره بما يسمى ترانس بالمونري بريشر. العبره بما يسمى ايه؟ يعني ايه يا دكتور ترانس بالمونري بريشر؟ يعني الفرق ما بين الاثنين. من الاخر كده، هو الضغط جوه اخباره ايه بالنسبه للضغط اللي بره؟ يعني ده الضغط جوه وده الضغط بره. لو اللي جوه اعلى الرئه تتسع، طب ولو اللي بره اعلى الرئه هتفضى، طب لو قللت اللي بره الرئه هتتسع برضه. اذا ما هو الترانس بالمونري بريشر؟ هو فرق الضغط جوه ناقص الضغط بره. ما هو الترانس بالمونري بريشر؟ هو فرق الانترا بالمونري ناقص الانترا بلوزري. تاني، ما هو الترانس بالمونري؟ فرق الانترا بالمونري ناقص الانترا بلوزري. ناقص ايه؟ ما اعرفش يعني انت هتقعد كتير عند النقطه ديت ولا لا، بس انا لو مكانك مش هطول عندها قوي، لان انا صراحه لا لسه فاهم ولا انت بالمونري ولا انت بلورال زي ما قلت لك. لكن في الاخر يا اسامه انا عايزك تفهم، انا هبدا اغير الضغط بحيث ان الرئه تتنفخ، وهشوف الحجم بيتغير كتير ولا قليل. يبقى انا كده بدرس الكومبلاينس. انا كده هدرس ايه؟ الكومبلاينس. حد فاهم؟ حد عنده مشاكل حتى هذه النقطة؟ حضرتك عندك مشاكل؟ طيب. فقالوا لي طيب يلا يا عم ادرس بقى. انت جايب الرئة اللي جوه البلطمان زي ما اتفقنا يا عم سليم، وقمت ايه؟ قللت الضغط. فاما قللت الضغط الحقيقة في الأول لقيت الكومبلاينس قليلة. خد بالك ده البريشر وده الفوليوم. سوري، أما بقلل الضغط بره يعني كاني بزود الضغط جوه. حد فاهم؟ هيها انت فاهمه بقى. فانا عليا عمال اقلل الضغط بره، او بمعنى اخر بزود الضغط جوه، فالحجم مش راضي يزيد قوي. هو كده تبقى الكومبلاينس عاليه ولا قليله؟ قليله. ثم بعد شويه بقت الكومبلاينس عاليه،
يبقى الحجم زاد قوي. ثم رجع الحجم ما يزيدش قوي، فده معناه ان الكومبلاينس رجع التاني قليله. انا كده نفخت الرئه. اذا لو سالت حضرتك لو سمحت احكي لي لونج كومبلاينس ديورينج انفليشن، ديورينج ايه؟ انفليشن. يعني ايه يا صالح ديورينج انفليشن؟ يعني انت بتنفخ الرئه بره، ايه اللي بيحصل يا دكتوره؟ هتقولي لي احنا بنمر بثلاث مراحل. ايه هم الثلاث مراحل؟ لو هاي لو. ايه هم الثلاث مراحل؟ اسمع تاني معلش، ايه هم الثلاث مراحل؟ لو هاي لو. فسالت الناس معلش يا اولاد، هو ليه الكومبلاينس بتبقى قليله وبعدين بتبقى عاليه وبعدين بتبقى قليله؟ قالوا لي لان بره الرئه، سوري، بره الجسم اللنج الاول هتقفل خالص، فهتبقى الالفيولاي كولابسد تماما، عامله زي البالونه كده. لو حضرتك عندك عيد ميلاد وعايز تنفخها والبالونه مفضيه الهواء خالص، فحضرتك عشان تنفخها ففي الاول الموضوع بيبقى صعب، صح؟ بتلاقي نفسك بتعمل كده، اصعب نفس اول نفس. شايف الكومبلاينس قليل ازاي؟ بس عارف اول ما تعدي الحته الصعبه اللي في الاول، حد شايف؟ يبقى رئتك شبه البالونه بالظبط. في الاول كنت محتاج بريشر كتير عشان تغير الحجم حبه صغيرين، اي انا الكومبلاينس قليل، بس بعد ما عديت الحته الاولانيه الصعبه اصبحت الكومبلاينس عاليه. طب وبعد ما بعد ما الرئه اتملت هواء وحضرتك حبيت تملاها تاني، يا عم ما هتملت خلاص، هعمل لك ايه؟ فبقى التغير في الحجم قليل، هي بقت مليانه وانت عايز تملاها اكتر، الموضوع هيبقى صعب، فالكومبلاينس هترجع تاني قليله. اسمعني كويس، انا بنفخ الرئه، فمرت الرئه بثلاث مراحل، كومبلاينس الاول كانت قليله ثم بقت عاليه ثم رجعت تاني قليله. اول حته دي مش هتشوفها غير هنا، ان الكومبلاينس قليله عشان اللنج كولابست. طب وبعد ما تعدي اول حته اللي هي الحته الصعبه ستصبح الكومبلاينس عالي. يعني ايه؟ يعني حضرتك الرئه بتاعتك حجمها بيزيد، بتتملي هوا بسهوله. طب ولو حضرتك حبيت تملى اكتر، ما بتتمليش بسهوله يا اخي، كان انت جبت كوره كفل هتلعب بيها مع اصحابك وعمال تنفخها، ففي الاول عمال تنفخها تلاقيها بتعمل ازاي؟ الحجم بيزيد جامد، ثم خلاص الكوره اتملت هوا وانت عايزه تنفخيها تاني، الحجم ما بقاش بيزيد، ما هي مليانه خالص على اخرها. حد فاهم؟ كل الكومبلاينس اللي هتقابلك ما عدا اللنج هتبقى عامله كده، عاليه وبعدين قليل كلهم. لو عايز تروحهم ضو، لان خلاص اي كومبلاينس هتقابلك في شرايينك، في قلبك، في المثانه البوليه، في الاستومك بتاعتك، الاول اخبارها ايه؟ عاليه، وبعدين هتقل. عاليه ليه؟ لان الاستراكشر لسه قابل للتمدد. طب وهتقل ليه بعد كده؟ هتقل عشان خلاص الاستراكشر بقى مليان على اخذه. طبعا في تفاصيل لسه هقولها لك، بس مبدئيا يا عمر كل الكومبلاينس في اولها عاليه ثم قليله. لكن انا لسه في الانفيترو لونج كومبلاينس، عشان كده انا عندي ثلاث مراحل. ايه هما الثلاث مراحل؟ لو هاي لو. ايه هما الثلاث مراحل؟ لو هاي لو. انت يا دكتورنا ايه هما الثلاث مراحل؟ لو هاي لو. الناس اللي مش عايزه تنطق معايا معلش على نفسك، ايه هما الثلاث مراحل؟ لو هاي لو. ده وانا بنفخ الرئه، وبعد ما ربنا وفقني ونفخت الرئه قررت افضي الرئه. الحقيقه دكتوره شيماء بغض النظر عن التفاصيل، لما جيت افضي الرئه بتاعتي طلع كيرف مختلف شويه، وبغض النظر عن التفاصيل برضو العلماء قالوا ان اي علاقه ما بين متغيرين المفروض وانت طالع تبقى نقط وانت راجع نفس النقط. طب ولو انت طالع لقيت نقط وانت راجع لقيت نقط تانيه، تقول لي ده اسمه الهيستيريسز. اسمه ايه؟ هيستيريسز. يبقى ما هو الهيستيريسز اللي انت هتقراه؟ تقول لي يا دكتور الهيستيريسز يعني كيرف الانفليشن اوف ذا لانج مختلف عن كيرف الديفليشن اوف ذا لانج، بس هو ده معنى كلمه هيستيريسز. لو انا قاعد مكانك ومش عايز اصعب الدنيا على نفسي، والراجل اللي واقف هناك دوت قال اربع جمل لغايه النهارده، لغايه دلوقتي،
اول حاجه ان الكومبلاينس هي دلتا في على دلتا في. دلتا في عاليه لكل واحد الضغط تبقى كومبلاينس عاليه، دلتا في قليله يبقى الكومبلاينس قليل. ادي واحد. وقال ان الكومبلاينس عكس الاسكت، يعني كل ما المقاومه تزيد كل ما الكومبلاينس تزيد. وبعدين قال ان احنا هنشتغل على الرئه بره الجسم، ده اسمه انفيترو لونج كومبلاينس. وقال ان الانفيترو لونج كومبلاينس بتطلع على ثلاث مراحل، اللي هم ايه ثلاث مراحل؟ لو هاي لو. وقال ان احنا واحنا راجعين بعد ما نفخنا الرئه راجعين نفضيها، يعني في الديفليشن بعد الانفليشن بيطلع كذب مختلف، وده اسمه هيستيريسيس، وده اسمه ايه؟ هيستيريسيس. ده ما قالش اي حاجه. فين انت؟ ايوه يا دكتور. التساؤل دلوقتي ايه بقى؟ لكن التساؤل انت قلت ان حضرتك واحنا بننفخ الرئه فاحنا عندنا لو هاي لو، صح؟ طب وحضرتك انت بتنفخ الرئه وبتشتغل في الكومبلاينس ضد مقاومات، اي مين هما المقاومات؟ وده سؤال لازم تجاوبه، مين هما المقاومات اللي واقفه ضدك؟ فقام الراجل قال لي يا دكتور ما انت قلت دايما احنا هنشتغل ضد مقاومه اسمها الالاستيك فايبرز، يبقى اول واحده في المقاومات مين؟ نكتب هنا كده المقاومات، واحد الالاستيك فايبر. او الالاستيسيتي. اثنين السيلف استنشن اوف فلويد لايننج ذا جوينت. هو معلش انا اسف برضه ان احنا جايبين لك حاجات من سنه ثالثه نقولها لك، بس معلش اقول نصيبك بقى. ايه حكايه السيلف استنشن اوف فلويد لايننج ذا الفيولاي ديت؟ قال لك ده بيبقى عندنا جوه الرئه في شويه ميه، في شويه ميه صغيرين، لا لو اتملت ميه هتغرق وتموت انا عارف، بس في طبقه ميه خفيفه خالص بتسهل الجهاز الاكسجين. يعني حضرتك لو دي الالفيولاي بتاعتي فحضرتك هتلاقي هنا ايه طبقه ميه خفيفه خالص كده اهي. فطبقه الميه يا اولادي اللي جوه ديت عندها مشكله فيزيائيه انها ما بتحبش تشوف وش الهواء. هو كده الميه ما بتحبش تشوف وش مين؟ الهواء. فدي الالفيولاي جواها ميه، طبقه ميه، وجوه الالفيولاي فيه هواء، فالميه بتعمل ايه؟ مش عايزين يشوفوا وش الهواء فبيشدوا بعض، بيعملوا ايه؟ بيحصل اتراكشن فورسز. بيحصل ايه يا دكتوره؟ اتراكشن فورسز. فتبدا جزيئات الميه اللي جوه الالفيولاي تشد بعضها عشان ما يشوفوش وش الهواء، فتلاقي الالفيولاي بتتقفل، تلاقي الالفيولاي ايه؟ يبقى حضرتك اما تحب تنفخ الرئه بتاعتك يعني توسعها، في اتنين واقفين ضدك، مين هما؟ اولا الالاستيسيتي، كده كده المطاط بيقاومك، وثانيا ان الميه اللي جوه بتشد بعض، وده اسمه ايه؟ سيلف استنشن اوف فلويد لايننج ذا الفيولاي. اسمه ايه؟ سيلف استنشن اوف فلويد لايننج ذا الفيولاي. اسمه ايه؟ سيلف استنشن اوف فلويد لايننج ذا الفيولاي. ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى انه خلق لك ماده اسمها سيرفكتنت. ماده اسمها ايه؟ سيرفكتنت. هذا السيرفكتنت يا اولاد هو اللي بيقلل السيلف استنشن فيخليك تعرف تنفخ الرئه بتاعتك. عشان كده دكاتره البايو حكولك على السيرفكتنت كده بسرعه، وقالوا لك ان السيرفكتنت ده ماده فوسفوليبيد هتيجي على سطح الميه عشان خاطر الميه ما تتخانقش مع الهواء، وبالتبعيه ما يبقاش في مقاومه، فتيجي تنفخ رئتك يا صالح تنفخها بسهوله. حد فاهم اللي انا بقوله؟ طيب الراجل زود معلومه كمان، وهي ان الرئه في الكومبلاينس بتشتغل ضد مقاومتين، واحد الالاستيك فايبرز، واثنين السيلف استنشن اوف فلويد لايننج ذا الفيولاي. فسالت حضراتكم السؤال بقى، طب يا اولاد معلش بقى حد يساعدني ويقول لي ايه اللي يقلل اللانج كومبلاينس وايه اللي يزودها؟ فالناس اللي عندها ضمير قالوا لي الموضوع مرتبط بالمقاومات، لو زادت المقاومه الكومبلاينس هتقل. طب وامتى تزيد المقاومه؟ قالوا لي واحد ناقص السيرفكتنت. واحد ايه؟ حد فاهم؟ لو حضرتك ما عندكش سيرفكتنت يبقى السيلف استنشن هيبقى عالي، فالمقاومه هتبقى عالي. وعشان كده بتوع البايو قالوا لك ان في اطفال بريئه بتتولد على رأس الاصبعي، فالاطفال البريئه دول لو اتولدوا ما عندهمش سيرفكتنت هتلاقي ان السيلف استنشن عالي، فالالفيولاي بتقاومك جامد.
فتيجي تنفخ الرئة بتاعتك تلاقيك بتنفخها كده. فغالبا هتموت. ده من ضمن اسباب الوفاة على فكرة، انك تتولد من غير سرفكتنت. معلش انا عارف ان ده بدزي قوي، بس اعرفها بقى. ليه نقص السرفكتنت هيموتك؟ تقول يا دكتور نقص السرفكتنت بيموت، لان كده معناه ان هناك قوة زادت ضد الكومبلاينس. اسمها ايه القوة؟ self-extension of fluid lining the alveoli. فاصبح نفخ الرئة اسهل ولا اصعب؟ اصعب. عشان كده العيان مش عارف يتنفس كويس. نفس الحالة تحصل لو حصل زيادة في مقاومة تانية. يعني مثلا الرئة تليفت، fibrosis او congestion. حضرتك هنجيب لك عيان عنده تليف رئوي. عارف يا بيه يعني ايه تليف رئوي؟ يعني هنيجي على الرئة بتاعته ونربطها بحبل ونقول له يلا خد نفسك بقى. اخبار المقاومة كده ايه، اعلى ولا اقل؟ اعلى. يبقى الكومبلاينس اعلى ولا اقل؟ اقل. عشان كده العيان مش عارف تاخد نفسه. هتبص على العيانين دول يا عماد هتلاقيهم عمالين يتنفسوا كده. شايف الرئة بتاعته؟ ما بتتمليش هوا كويس. طالما بتتمليش هوا كويس يبقى هو مش عارف يتنفس كويس. الناس فاهمة الكلام اللي انا بقوله؟ اظن. نعم؟ علشان في مقاومة اضافية زادت وهي تليف الرئة. تمام؟ يعني كأن في حبل كتف الرئة من بره. خلاص. ايه رأيكم؟ الأزرق ده السرفكت، طبقة عزلة تفصل الفلويد عن الهواء. تمام؟ ايه بقى يزود اللونج كومبلاينس يا عم سليم؟ قالك ان واحدة من المقاومات دي تروح. عندنا مرض اسمه انفيزيما. اسمه ايه؟ انفيزيما. في هذه الانفيزيما يا اولاد الالاستيك فايبرز بتروح. فطالما ما فيش الالاستيك فايبرز يبقى في مقاومة راحت، فتصبح الكومبلاينس اخبارها ايه يا عم صالح؟ كومبلاينس كده اعلى. ايه ده؟ يعني الانفيزيما ده مرض مفيد حتى هذه اللحظة يبدو ذلك. ما هو على كلامي لغاية دلوقتي في الانفيزيما مفيش إلاستيك فايبرز، يبقى في مقاومة مش موجودة، يبقى الكومبلاينس أصبحت أعلى. شكرا. طب وبالنسبة لللنج يا عم أحمد؟ قالك والله يا دكتور سوري، بالنسبة للتشيست وول. تقول يا دكتور بالنسبة للتشيست وول لو حصل كايفوزس أو سكوليوزس أو أوبيزيتي، أي مشاكل في العمود الفقري او سمنه، فمعنى كده انك مش هتعرف تغير حجم صدرك بسهوله. وقلت للناس واحنا بنشرح، كل الناس تيجي على الجنب اليمين، كل حضرتك دماغك معايا انا اتجاهي عشان دماغتنا ما تخبطش ببعض. حلو. بعد الشارع عليك انت كده عندك سكوليوزس. ميل لقدام بقى، وانت على جنب ميل لقدام. الف مبروك كده جالك كمان كايفوزس. خد بقى نفس جامد وانت في الوضع ده. طب ارجع بقى تاني كده. اعتقد واضح جدا ان اي مشاكل في العمود الفقري عند البني ادم هتخلي حركة الصدر اصعب، يبقى الكومبلاينس اوف ذا تشيست وول اقل. تمام. فاسامة قال لي يا دكتور كل ده كلام سهل، بس انا الصراحة مش مصدق قوي حكاية السيرف استنشن دي. قلت له ليه؟ قال لي انا مش مصدق ان في مية والمية مش عايزة تشوف وش الهواء وبتاع والكلام ده، وده بيخلي الكومبلاينس اقل. قلت له طب بص، انا هعيد التجربة، يعني هنفخ الرئة تاني، بس وانا بنفخها هخليها تتملي مية، وانا بنفخ الرئة مش هملاها هواء، هملاها ايه؟ مية. ام طلع الكيرف عامل كده. يبقى الاحمر ده كيرف الاستاتيك لانج كومبلاينس، او سوري الانفيترو لانج كومبلاينس، بس وانت بتملاها ايه؟ صلاين. تملاها صلاين يعني ايه؟ صلاين يعني ميه بلح. اولا مفيش ثلاث مراحل. ثانيا مفيش استرس. ثالثا وهو الاهم، اللنج بتتملي بسهوله. عرفت منين انها بتتملي بسهوله يا موسى؟ لانها بتتملي من قبل ما الضغط يزيد. انت مش محتاج كل الضغط ده،
انت بتملاها بضغط قليل. ده معنى ايه؟ معنى انك بتملى اللنج بضغط اقل، ان المقاومة اقل، يعني الكومبلاينس اصبحت عالية. يبقى فعلا ملي الرئة بالهواء اصعب من مليها بالمية. يوم يجي لك واحد عبيط يقول لك خلاص يبقى انا هنزل تحت المية اتنفس، تبقى اهبل لانك هتغرق، انك مش مصمم لاستخدام المية في الحصول على الهواء. هتفهم اللي انا بقوله؟ لكن لو كانت الرئة هتتملي بالمية فده اسهل من ملئها بالهواء، تمام؟ لان ده معنى ذلك انه لن يكون هناك لن يكون هناك ايه؟ الناس فاهمه الكلام اللي انا بقوله؟ طب طيب ده كلام سهل. استاذ دكتور ما تسيبك بقى من موضوع البطمان اللي انت قاعد جواه من ساعه ما بدانا الحصه ديت وتكلمني على البني ادمين بقى هو ان فيفو يعني. فقلت لهم والله ان فيفو يعني انا هدرس اللنج كومبلاينس في البني ادم على ثلاث مراحل. اول حاجه هدرسها ستاتيك، ثم هدرسها دايناميك، ثم هدرسها كومبايند. الكومبايند انا يعتبر خلصتها يا شيماء. كومبايند انا قصدي الرئه مع التشيست وول وخلاص، انا عرفت الرئه مع التشيست وول اقل خلاص. طب والاستاتيك هي كمان يعتبر خلصتها. الاستاتيك شبه الانفيترو. معلش يا دكتور انا مش فاهم يعني ايه ستاتيك ويعني ايه دايناميك اصلا. اه صح انا اسف يا مرسي. كلمه ستاتيك لانج كومبلاينس يعني حضرتك هتجيب البني ادم وتدرس اللانج كومبلاينس بتاعته خطوه خطوه. هتدرسها ايه؟ خطوه خطوه. يعني ايه خطوه خطوه؟ يعني تخليه يغير الضغط وحده وبعدين يستنى، شوف الحجم قد ايه. يعني هتنفس كده كده، انا بعمل ايه؟ ستاتيك. طيب لو انا عايز اتنفس بقى دايناميك اتنفس عادي. اذا من الاخر كده الاستاتيك يعني ستيب باي ستيب، انما الدايناميك هو كونتينيوس اير فلو. حد عنده مشاكل؟ طيب انا مش فاهم ايه الفرق لغايه دلوقتي اللي هيحصل. ولكن لما اقول لك انا هدرس البني ادم، اولا طالما قلت انا بدات ادرس بني ادم يبقى انا ان فيفو ولا ان فيترو؟ ان فيفو خلاص، تمام. هدرسه مره ستاتيك ومره دايناميك. ستاتيك يبقى انا بشتغل ايه؟ ستيب باي ستيب. طب ودايناميك؟ دايناميك يبقى خليه يتنفس تنفس متصل. معايا يا ناد؟ فلما البني ادم يتنفس ستاتيك طلع الكيرف بتاعه شبه الكيرف الانفيترو بس المرحله الثانيه بس. ليه يا دكتور المرحله الثانيه بس؟ قالك عشان حضرتك كبني ادم عمرك ما الالفيولاي بتاعتك بتبقى كل لابس تماما. مش احنا اتفقنا ان المرحله الاولى دي بتبقى موجوده لو الالفيولاي بره فهي كل لابس خالص؟ حضرتك الالفيولاي بتاعتك مش بره يبقى عمرها ما هتبقى كل لابس خالص، يبقى الحته الاولانيه دي مش موجود. والحته الثالثه اسليم مش موجود، لان حضرتك لما بتتنفس في الطبيعي ما بتعملش كده. ما حدش فيكم حد فيكم بيحاول يملى الرئه بعد ما بتبقى اتملت خلاص؟ لا. يبقى حضرتك شغال على انه حته الحته دي. فهي الحته ديت اللي انا جبتها لك هنا اهي، تمام. يبقى الخط الاسود ده ركز كويس عشان بدايه اللخبطه اهي بقى. الخط الاسود ده يمثل ايه؟ ستاتيك لانج كومبلاينس. يمثل ايه؟ في الاستاتيك لانج كومبلاينس حضرتك شغال ضد كم مقاومه؟ مقاومتين. مين هما المقاومتين؟ الاستيك فايبرز. يبقى لو انت عايز تحقق هذا الحجم ادي البريشر وادي الفوليوم. نعدل بس كده شويه. حضرتك عايز تحقق هذا الحجم فحضرتك بتحتاج هذا البريشر. انت فاهم حاجه؟ ليه؟ لان انت شغال ضد المقاومتين. طيب ما تيجي بقى لو انت اما نتكلم عن الدايناميك لانج كومبلاينس. فقالوا لي في الدايناميك حضرتك هتتنفس برضه بس هتبدا تتنفس كده. ايه ايه دي؟ ده اير واي ريزيستنس. دي مقاومه هيقابلها الهواء اثناء حركته في المواسير بتاعه صدرك اللي اسمها اير وايز. اسمها ايه؟ اير وايز. طب وهي ليه ما كانتش موجوده في الاستاتيك؟
بصراحة يا دكتورة هي كانت موجودة بس كانت ضعيفة قوي. لأن أنا كنت بتنفس إزاي؟ بص كده بس. فالإيرواي ريزيستنس ما كانش ليه تأثير واضح. إنما لما حضرتك تحب تتنفس دايناميك فالهواء هيخش بصورة متصلة. فهنا بقى هيبان تأثير الإيرواي ريزيستنس. فالراجل ده قال لي الله. يعني أنت يا دكتور عايز تقول إن في الدايناميك لانج كومبلاينس هيكون في مقاومة إضافية؟ قلت له اللي هي الاير واي ريزيستنس. اسمها ايه؟ قال لي طيب يبقى الكيرف هيبقى عامل كده بقى. بص كويس ايه الكيرف الازرق ده؟ الكيرف الازرق ده هو الدايناميك لانج كومبلاينس. الناس بقى تبدأ تتلخبط هنا خالص. جوه الدايناميك لانج كومبلاينس الاستاتيك لانج كومبلاينس موجود. يعني يعني حضرتك الدايناميك لانج كومبلاينس هي مقدار الضغط المطلوب لتحقيق هذا الحجم، صح؟ الضغط المطلوب لتحقيق هذا الحجم هو الضغط ده. ده الضغط أصبح أعلى. أصبح أعلى ليه يا شيماء؟ يعني أنا كنت بحقق الضغط ده في الاستاتيك، بقيت محتاج أحقق الضغط ده ليه؟ عشان هما ما بقوش مقاومتين، هما بقوا كام؟ بقوا ثلاثة. يعني حضرتك الخط الأسود ده اللي هو بتاع الاستاتيك لانج كومبلاينس كده كده موجود. ليه كده كده موجود؟ لأن حضرتك علشان تنفخ رئتك في جميع الأحوال في مقاومتين مش هنشيلهم، اللي هما مين؟ الالاستيستي والسيرفستيشن. يبقى الاسود ده دايما موجود اللي هو يمثل مين؟ ستاتيك لانج كومبلاينس. يمثل مين؟ ستاتيك لانج كومبلاينس. طب حضرتك هتتنفس تنفس مستمر، هننقل من الخط الاسود الى الخط الازرق، يعني هناك المزيد من الضغط المطلوب. ليه هناك المزيد من الضغط المطلوب؟ لانه جد علينا مقاومه ثالثه وهي الاير واي ريزيستنس. وهي ايه؟ اير واي ريزيستنس. اتفضل. ده ايه؟ ده المطلوب انفيفو. اي دلوقتي احنا ما عندناش ولا الالفيولار كلابس، مش الالفيولار هي بيبقى فيها الاستيك فايبرز. اها يعني ما عندناش الاستيك فايبرز. ما عندكش الاستيك فايبرز؟ لا في الالفيولار. اي مين قال انت ما عندكش؟ انت الرئه بتاعتك ما فيهاش الاستيك فايبرز؟ امال بتنفخها ازاي؟ يعني الرئه بتاعتك خشب؟ لا فيها بس الالفيولار. ما في الالفيولار، انا بتكلم على الالفيولار. بص يعني مش يعني لا عايز اظلمك ولا عايز اقولك انت بتبهدل نفسك، انت في الاخر لو سمحت بي ستيكينج تو ذا بوينت، لان انت اصلا مش فاهم ليه اللنج اصلا في البني ادم عمرها ما يحصلها كولابس، تمام؟ لكن طول ما انت عايش والرئه بتاعتك جوه صدرك عمر الرئه بتاعتك ما هتقفل للاخر. وانا عشان كده قلت لك في البني ادم المرحله الاولى دي مش موجوده، المرحله الاولى دي انفيتو بس. طيب انا كلامك على بني ادم، يبقى اصبحنا في المرحله الثانيه، بس المرحله الثانيه دايما موجود. ليه المرحله الثانيه دايما موجوده؟ لان رئتك فيها نسبه من الالاستيك فايبرز بتقاوم، وفي جوه الالفيولاي سيرف استنشن بيقاوم. اذا الخط الاسود ده كده كده موجود، بتتنفس واحده واحده، تتنفس باستمرار كده كده الخط الاسود موجود. بس لو انت بتتنفس واحده واحده يبقى انت كده شغال ايه؟ ستاتيك. شغال ايه؟ بدات تتنفس تنفس متصل، يبقى انت كده بتتنفس دايناميك. هتضطر تنقل من الخط الاسود الى الخط الازرق، من الخط الاسود الى الخط الايه؟ ليه حضرتك بتنقل من الخط الازرق؟ تقول يا دكتور اولا بنقل من الخط الازرق يعني انا كده محتاج ضغط اعلى. ليه محتاج ضغط اعلى؟ لان هناك مقاومه ثالثه، لان هناك ايه؟ يعني طب اسال حضراتكم سؤال ما حدش هيساله لك. لو احنا بنتكلم عن نفس البني ادم، الاستاتيك لانج كومبلاينس اعلى ولا الدايناميك لانج كومبلاينس اعلى؟ الاستاتيك اعلى ولا الدايناميك اعلى؟ الاستاتيك اعلى طبعا.
ليه؟ انت في الاستاتيك شغال ضد كام مقاومه؟ في الديناميك يبقى حضرتك تغيير حجم الرئه في الحاله الاستاتيك اسهل. تمام؟ يبقى الاستاتيك لانج كومبلاينس اعلى من الديناميك لانج كومبلاينس. فاهم اللي بقوله؟ يبقى لو جت حاجه زودت الاير واي ريزيستنس هيبدا البني ادم مننا الدايناميك لانج كومبلاينس عنده يحصل لها ايه؟ تقل صح؟ طيب علشان بس الناس تلخبطش في الاسهم، يبقى امتى الدايناميك لانج كومبلاينس هتقل؟ لو الاير واي ريزيستنس زادت. زي امتى بقى؟ قال لك والله زي لو الواحد بيتنفس بسرعه في الاكسرسايز، ودي مش هنسألك عليها، بس كمان في مرض اسمه الانفيزيما. مرض اسمه ايه؟ ولو سمحت بقى لابكز علشان خلاص انا بخلص. الانفيزيما على ايدك الشمال هناك بتزود الستاتيك لانج كومبلاينس، على ايدك اليمين هنا بتقلل الديناميك لانج كومبلاينس. صح؟ ازاي؟ هل في تعارض؟ لا مفيش تعارض. ليه مفيش تعارض؟ هي تقدر تزود الاستاتيك لانج كومبلاينس لان الانفيزيما معناها ان مفيش الاستيك فايبر. مفيش ايه؟ الاستيك فايبر. فعلشان مفيش الاستيك فايبر يبقى انت خسرت واحده من المقاومتين بتوع الاستاتيك، فاصبحت الكومبلاينس اعلى. طيب ليه قللت الدايناميك؟ لانه في النهايه معنى ان حضرتك خسرت الالاستيك فايبرز، فلأسباب مش هتفهمها دلوقتي أصبحت الممرات الهوائية مقفولة. أصبحت الممرات الهوائية إيه؟ يعني في obstruction جابت. يبقى الـ airway resistance أخباره إيه؟ عالي قوي. الـ airway resistance أخباره إيه؟ ففي النهاية الـ dynamic lung compliance يحصلها إيه؟ تقل. يحصلها إيه؟ اسمع تاني. يبقى الإنفيزيما شالت الإلاستيك فايبر، في مقاومة راحت، بس زودت الـ airway resistance، ففي مقاومة زادت. في النهاية مين الأعلى؟ المقاومة اللي زادت. يبقى الإنفيزيما حلوة ولا وحشة؟ وحشة. وحشة. يقول لك وحشة ليه يا عم؟ أنت مش بتقول إنها زودت الـ static lung compliance؟ أقول له آه بس الدايناميك قلت. هيقول لك الدايناميك قلت ليه؟ أقول له عشان الـ airway resistance زاد قوي. طب وحضرتك بتتنفس static ولا dynamic؟ لا حضرتك بتنفس dynamic. يعني حضرتك لو انت بعد الشر عليك عيان انفيزيما، فلو حض... لو 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 حضرتك هتتنفس كده. الله شفت ازاي اتملت به الهواء ازاي بسهوله؟ اصل الاستاتيك سهل، بس لو جدع بقى طلع الهواء او دخل هواء تاني مش هتعرف، لان الايروي اخباره ايه؟ مقفول. فالعيان بتاع اللنج انفيزيما بيتنفس رئته مليانه هواء، اصله بيملاها بسهوله، بس العارف يدخل ولا يخرج هوا تاني عمال يتنفس كده. ليه حضرتك مش عارف يتنفس كويس؟ عشان الاير واي ريزيستنس عنده اصبح عالي، فاصبحت الديناميك لانج كومبلاينس عنده قليله. حد فاهم حاجه من الكلام اللي انا قلته؟ كويس. ده مش تمام. لاسباب اقولها لك. الايروي اللي هي الشعب الهوائيه قبل ما نخش الالفيولاي، اللي بيبقى فاتحها هي الالاستيك فايبرز. يعني في استك جاي ماسك الماسوره في السقف شادد الماسوره لفوق، واستك تاني شددها لتحت، واستك شددها في الحيطه دي، واستك شددها في الحيطه دي، فالماسوره تبقى ايه؟ طب قطعي الاساتك تقوم الماسوره تتقفل. فلما العيان بتاع الانفيزيما بيفقد الالاستيك فايبرز الشعب الهوائيه بتاعته بتقفل، فيبقى الـ airway resistance عنده عالي. فاهمة؟ ها؟ طب هو عندي عيان الانفيزيما بيستخدم عضلات التنفس عشان يكون هيتنفس. اه طبعا هيستخدم عضلات التنفس وهيبذل مجهود كبير، وفي الاخر برضه هيجي عند نقط مش عارف يتنفس، بس هو بيعمل اللي انت بتقوله. طبعا. طب يا دكتور الناس دي هترجع تاني ولا بترجعش؟ لا كل سنه وانتم بعدين بقى بعدين. يعني انتوا فهمتوا الكومبلاينس يا اولاد؟ يعني احلامك انك تبقى دكتور دلوقتي حالا دي خليها في يوم تاني بقى. تمام. انا عايز الكومبلاينس بس. ايوه ليه بندرس حاجات مالهاش علاقه برضه؟ دي مالهاش علاقه. مالهاش علاج. مالهاش علاج علشان احنا مستنيينك تلاقي لها علاج. هم قالوا لي ان انت جاي النهارده
وعمالده الانفيزيما كلهم قاعدين بيقولوا يا رب يفهم الكومبلاينس عشان يلاقينا علاج ان شاء الله. تمام. هم قالوا لي ان انت هتشوف ان شاء الله يعني، بس بعد امتحان باي. فن طبعا اتفضل. معلش، هو كان ليه الايروي ريزيستنس ما بيأثرش في الاستاتيك؟ لان انت في الاستاتيك لانجو كومبلاينس بتتحرك في خطوات بسيطه جدا، فدخول الهواء بيحتك بالايروي ولكن ما بيعرفش يعمل تاثير كبير. يعني في تاثير ولكنه مينيمال. عشان تشوف تاثير الاحتكاك لازم يبقى كونتينوس اير فلو. تمام. انت ايه رايك؟ طب وصلت دي امتى يعني؟ المهم امتى حضرتك او حضرتك علشان تتنفس بقى بتعمل شغل، بتبذل مجهود. ليه بتبذل مجهود يا سعد اثناء التنفس؟ فسعد قال للدكتور انا هبذل مجهود اثناء التنفس للتغلب على ثلاث مقاومات. تغلب على ايه؟ ايه هم الثلاث مقاومات؟ قال للدكتور انت لسه قايلهم. هقول ان انا بتغلب على الالاستيسيتي والسيلف استنشن مع بعض. في حاجة اسمها كومبلاينس وول. اسمها ايه؟ كومبلاينس وول. وهقول ان انا بتغلب على الاير واي ريزيستنس، وده وورك لوحده. وبعد ما اكتب الاثنين دول هقوم كاتب ان انا كمان بتغلب على التيشو ريزيستنس. بتغلب على ايه؟ تيشو ريزيستنس. يبقى لما حد يقول لحضرتك، هو احنا في الاخر بعد ما فهمنا يعني ايه كومبلاينس، يعني ايه كومبلاينس؟ يعني درجة تغير حجم الرئة وفقا لكل وحده ضغط. فحضرتك بتغير الضغط وتحصل على تغير في الحجم. مين المقاومات اللي واقفه ضدك؟ اكتشفت ان هم ثلاثه دكتور. يبقى انا طول الوقت بعمل شغل عشان اغير الضغط فاقدر اغير الحجم. ضد كم مقاومه؟ ثلاثه. فهعمل شغل هقسمه نصين. النص الاول اسمه كومبلاينس وورك. يعني ايه كومبلاينس وورك؟ يعني الجزء المطلوب للتغلب على الالاستيك والسيلف استنشن. وهقول ان عندي اير واي ريزيستنس وورك للتغلب على الاير واي ريزيستنس لوحدها. وهقول كمان يا سعد ان عندي حاجه اسمها تيشو ريزيستنس وورك للتغلب على مقاومه بعض الانسجه، لان في انسجه جوه الرئه يا احمد بره كل الكلام دوت هي كمان محتاجه مجهود عشان تتحرك معك. تمام. حد عنده ازمات في الحكايه بتاعت اللانج كومبلاينس؟ انا خلصت اللانج كومبلاينس. اتمنى من حضرتك افهم. والستاتيك دوت اللي هو اهم حته لا أملأ. انت بتملى وتشوف الحجم بقى ايه وتملى تاني. طب لو مليت سنه وخدت هذا دايناميك الستاتيك برضه، بس انت كده مش هتعرف تعمل حاجه، مش هتعرف ترسم كلب، لان انت احنا في الاخر بنعمل نطلع هتنزل تاني. انت بقى تنزل تاني. طبعا احنا عملنا ايه كده؟ انت عايز تكمل عشان تكمل الكلب بتاعك الاخر. نعم. مش بيحصل عنده ديجنريشن في البلاستيك فايبرز يعني بتقفل اير واي ازاي بيعرف ياخد نفسه. طيب يعني رجاء يا محمد، رجاء من الناس كلها، انا ما اعرفش انت فهمت ولا لا، بس لو فهمت اللي انا قلته فبعد اذنك حط نقطه هنا، نقطه كده في دماغك، حط نقطه بص ايدك وشه ضهر بس. تمام. مش بس عشان الموضوع رخم، لكن عشان انت مش فاهم حاجه. يعني كونك فهمت ده انا اصلا ما عرفت فهمته ازاي اساسا. يعني انا اي نعم حاولت ان انا انجح، ده شيء مش طبيعي. انت اصلا مش عارف يعني ايه لانج، مش عارف يعني ايه الفيراي، مش عارف يعني ايه الواي. تمام. فيا محمد احنا ملصمين الموضوع خلاص، فما ارجوكوا ابحثك في الانفيزيما مع الراجل ده بعد امتحان الباي. ماشي. بس امتحان باي الاول ونعرف الترمينولوجي بتاع بكره. شفت الترمينولوجي عامل ازاي يا محمد؟ ده حد صور البولد ولا مساحة؟ لو عايز صور البولد صورها. قول الشغل الثالث. انت فهمت الاثنين دول؟ بعض الانسجة داخل الرئة ملهاش علاقة اصلا بقى ولا بالالوي ريزيستنس ولا بالالاستيسيتي ولا سيرفيس ستيك، بس هما كمان زي كولاجين وزي شوية حاجات كده لازم عشان تحركوا معاك، هما كمان تضغط عليهم وتزقهم. ايه؟ انا عارف.
هي الحته ديت يعني في الورق بتاع ال اللي هو البنص والجد مختلفه شويه تمام. ذاكر البيوفيزكس من الورق الاساسي اسهل لك تمام. طيب تعالى بقى اما اوري لك ان خلاص باقي البيوفيزيكس هيبقى كلام فارغ ان شاء الله. زي ما حضرتك شايف على البورد انا عندي ثلاث مواضيع مختلفه في الكومبلاينس، بس زي ما حضرتك شايف لو بصيت يعني فالثلاثه شبه بعض بالظبط، لكن انا هحط في كل موضوع جمله او جملتين ما تغلقش جوه الكلام. لو سبت نفسك تغلق هتغلق، انا عارف ده صح ما تغلقش. هو احنا سواء بنتكلم على الارتيريال كومبلاينس بتاعت الشرايين او الفينس كومبلاينس بتاعت الفينز او الكاردياك كومبلاينس بتاعت الفنتركل، فالقاعده واحده لم تتغير. ايه هي القاعده بتاعتنا دكتوره زينب؟ ان الكومبلاينس في الاول عاليه ثم تصبح قليله. يعني لو انا سالتك دكتورنا احكي لي الارتيريال كومبلاينس بتبقى عامله ازاي، فتقول يا دكتور الكومبلاينس بتاعت شرايينا، تعمل نفسك عالم من العلماء وتقول يا دكتور الكومبلاينس بتاعت الالتري بتبدا الاول هاي ثم تصبح لو. فاقول لك ازاي بتبدا هاي ثم تصبح لو؟ تقول لي يعني حضرتك في الاول بشويه بريشر صغيرين يمتلئ الشريان، ثم بعد ما الشريان يمتلئ تيجي حضرتك عايز تملاه تاني يصبح الموضوع خلاص، يعني الكومبلاينس تصبح اقل، يعني حضرتك تعمل ضغط اكتر عشان تدخل الفوليوم اقل لان الكومبلاينس قلت. يا عم صالح ما انا قلت لك من شويه كده كده الحاجه في الاول تملاها بسهوله ثم بعد كده تملاها بصعوبه، كده كده الكومبلاينس عاليه ثم تصبح قليله. معايا يا دكتور؟ صعب الكلام ده؟ نفس الكلام في الفينز، نفس الكلام في الهارت. طب يا دكتور يعني فين الجمل؟ يعني طب ليه حضراتكم عاملين مواضيع؟ عشان احنا في كل موضوع يا احمد بعد ما بنقول نفس الكلمتين بندي لك معلومه تخص الموضوع. يعني مثلا في الالتر في الالتري عايزينك تعرف ان هناك الاستيك وكولاجين فايبرز. طيب الالاستيك فايبرز عامل مقاومه والكولاجين عامل مقاومه، سمعت سمعني كويس عشان الناس ما تتلخبطش بس بسبب انا اتفقت معاكم ان المطاطيه شيء اساسي ولكن المطاط كلما زاد يعمل مقاومة أكتر صح؟ بس مهما المطاط يزيد يعمل مقاومة أكيد ألحم من الكولاجين، أكيد ألحم من مين؟ الكولاجين ده مادة صلبة تقريبا، وده يفهمك خطورة مرض تصلب الشرايين. يعني إيه تصلب شرايين؟ تصلب شرايين يعني الإلاستيك فايبرز ديت بدأت تقل والكولاجين بدأ. طيب قبل ما أكمل بس حضرتك بتملى الاول علشان الالاستيك فايبرز تتسع 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 ثم خلاص الشريان اتملى، فحضرتك عايز بقى تملى المزيد، انت كده عايز تزق الكولاجين عشان كده الموضوع بيبقى صعب فعاليه وبعدين ايه قليل. طب عيان تصلب الشريان ما بقاش عنده الالاستيك فايبرز اصلا بقى كل الموجود كولاجين، يبقى الكومبلاينس اخبارها ايه من الاول؟ قليله من الاول.
حد فاهم حاجه؟ يبقى لو انا قلت لحضرتك ايه مشكله عيان تصلب الشرايين، تقول يا دكتور تصلب الشرايين معناها ان الاستيك فايبرز تحولت الى كولاج. طيب ايه المشكله؟ تقول لي المشكله ان كده الكومبلاينس بقت قليله، لان علشان ازق الكولاجين الموضوع صعب. ده معناه ايه؟ ده معناه انك علشان تضخ نفس حجم الدم، يعني عشان تملى الشريان نفس الحجم، لازم تعمل بريشر اعلى. وده يبقى حمل على مين؟ على القلب. يبقى لو قلبك عايز يملى شرايينك بنفس الكميه لازم يعمل بريشر اعلى، فمضطر انه ينقبض اقوى، فيبدا دوت يحمل على عضله القلب بتاعتك. انت لسه ما انتش فاهم حاجه، بس من هذه اللحظه تبدا تفهم ان تصلب الشرايين يؤدي الى مرض ضغط الدم، وهو ما يؤدي الى حمل متصل على القلب، هينتهي بعد كده ان العيان ده يجيله فشل في قلبه. حد فاهم اللي انا بقوله؟ بس مش عايز اكتر من كده في الشرايين. طب وفي الفينز يا دكتور؟ هقول لك في الفينز نفس الكلام، كانت الكومبلاينس عاليه يا عم سليم ثم اصبحت قليل، ولكن الكومبلاينس بتاعه الفين اعلى من الارتري 24 مره. كومبلاينس اعلى كم مره؟ لان الكومبلاينس تساوي ديستنسيبيليتي في الفوليوم، والديستنسيبيليتي بتاعه الفين اعلى من الارتري 8، بس حجم الدم فيه اعلى منه 3. لو سمحت ركز عشان انا عارف ان دي من الجمل اللي دمها تقيل. يعني ايه ديستنسيبيليتي؟ التمام. طب يعني ايه كومبلاينس؟ الطواعيه. الطواعيه هي التمدد غالبا، بس مش دايما. يعني لو انت عايز تبص للمواضيع بسطحيه قوي قول لنفسك ان الطواعيه هي التمدد. سيبيني وبينك يعني انت كده مش دقيق. قال لي لا مش فاهم. قلت له هات شريان وهات فين، وخلي الشريان دي الوحدة الضغط حجمه هيزيد كده هيتمدد واحد، ادي نفس وحدة الضغط للفين هيتمدد كام؟ هيتمدد 8. فمن وجهة نظرك كده الكومبلاينس بتاعت الفين كم مرة قد الشريان؟ 8. مش انت بتقول ان هو تمدد 8؟ بس انت ظلمت الفين الحقيقة. ظلمت الفين ليه؟ لان الفين تمدد 8 مرات وهو شايل حجم دم 3 مرات اعلى من الشريان. وقلت لكم انا ساعتها لو محمد، انت اسمك ايه؟ محمد وابراهيم. فانا قلت لمحمد امشي يا محمد انت وابراهيم، فابراهيم خد خطوه ومحمد خد 8. فانت صالح هيقول لي محمد بيسمع كلامك 8 مرات اكتر من ابراهيم. قلت له طب بص كده كل واحد شايل ايه؟ ابراهيم شايل كيلو، محمد شايل 3 كيلو. محمد لما يسمع كلامي 8 خطوات وهو شايل 3 اضعاف الحمل، ما يبقى سمع كلامي 8 مرات بس، ده يبقى سمع كلامي 24 مره. حد فاهم اللي انا عايز اقوله؟ لما حضرتك تحب تحكم على الكومبلاينس ما تحكمش عليها بالديستنسبيليتي فقط، وانما تحكم عليها بالديستنسبيليتي وكمان الفوليوم اوف ذا بلاد. إذا كانت الفينز شايلة 3 أضعاف الدم بتاع الشرايين وتتمدد 8 أضعاف، تبقى الكومبلاينس بتاعتها أعلى 3 في 8، اللي هو يساوي 24 ضعف. حد فاهم الكلام اللي أنا بقوله؟ وصلنا للهولت. بس قبل ما أروح للهولت يا سليم خليني أقولك، لازم تبقى عارف إن تصلب الشرايين له أسباب، واكيد محدش فيكم عايز يجيله تصلب الشرايين. فايه بقى اللي بيقلل الكومبلاينس بتاعت الشرايين والاورده بصوره اقل بس الشرايين اكتر؟ حضرتك تقول لي اي حاجه وحشه. زي ايه اي حاجه وحشه؟ زي السكر والضغط والسجاير والدهون، كفايه كده. بس كمان انك تكون راجل، انك تكون راجل دي حاجه وحشه. قال يعني لان الستات عشان حلوين وجمال عندهم هرمون بيحميهم من تصلب الشرايين، اسمه ايه الهرمون ده؟ اسمه استروجين. يبقى لو انا سالتك السؤال بالعكس، مين يجيله تصلب الشرايين اكتر، الراجل ولا الست؟ الراجل.
لو سألتك سؤال بطريقة مختلفة، مين الكومبلاينس بتاعت شرايينه أقل، الراجل ولا الست؟ الراجل. الكومبلاينس أقل عند الراجل عشان الست عندها هرمون استروجين. يبقى مين اللي هيجيله تصلب شرايين الأول؟ الراجل. مين اللي قبله، مين اللي قلبه هيصاب بإجهاد ويجيله فشل في القلب ويموت ونخلص؟ الراجل. تمام؟ الست قاعدة مخللة مفيش مشكلة خالص، سايبين هلا. أوكي؟ خلص. كارديو كومبلاينسز. طيب انا شج الصراحه كنت هسيب الكارديو كومبلاينس مش هقولها عشان عارف ان انت بقيت فاهمها لوحدك. حتى القلب وهو بيملى في الاول بتبقى الكومبلاينس بتاعته عاليه، بتبقى الكومبلاينس بتاعته عاليه. يعني القلب بيملى الحجم بتاعه بضغط قليل. طب ولحضرتك بعد ما القلب يتملي الكميه الطبيعيه، لو حضرتك حبيت تملى زياده هيكون الكومبلاينس اصبحت قليله. يعني عشان تملى القلب اكتر من العادي فحضرتك بتحتاج ضغط عالي عشان تغير الحجم حاجات بسيطه معايا، لان كالعاده الكومبلاينس في الاول عاليه ثم تصبح قليل. انا بيني وبينكم عايز احكي لكم على مرض بيجي عند بعض الناس بيبقى قلبهم الكومبلاينس بتاعه قليل، فمعنى ان القلب الكومبلاينس قلت في القلب، ان القلب بيتملي اسهل ولا اصعب؟ اصعب. يعني القلب علشان يتملي نفس الحجم بيحتاج ضغط اعلى، او بلغه اخرى بنفس الضغط بيتملي بكميه اقل. طب بالبلدي كده يبقى القلب بتاع العيالين دول بيتملي كويس ولا وحش؟ وحش. طب ولو القلب اتملى وحش يعني اتملى اقل، يضخ عادي ولا اقل؟ ما تطلع سنه سته دكتور هتقابل عيانين عندهم حاجة اسمها دايستوليك هارت فيلز، خمسة بالنسبة لك حسيبي بس خمسة خمسة ستة انت يا عم انا بقول وقت انا اللي بقى انا اللي مكتفكو انا على فانا حضرتك بطلع على خمسة هتفاجئ ان في نوعين من فشل القلب. نوع الاولاني ان القلب مش قادر ينقبض ويضخ وده الأشهر، بس في نوع تاني هيفهموش الشطار، القلب بينقبض كويس بس ما بيملاش كويس، ده اسمه دايستوليك هارت فيلير. بغض النظر عن اسمه يا أسامة، العيانين دول الكومبلاينس اوف ذا هارت أصبحت قليلة. يعني إيه الكومبلاينس اوف ذا هارت أصبحت قليلة عمر؟ يعني قلبهم بقى بيملى كميات أقل من الطبيعي لأن الكومبلاينس أصبحت أقل. حد فاهم اللي أنا بقوله؟ حد فاهم ان الكومبلاينس اللي احنا جبناها لك في البايوفيزيكس مقتطعه من شبات كتيره ديت هي حاجه مهمه جدا وهتقابلك بعد كده في كل مرض؟ المهم هو البطاقه دول شغالين؟ لا معلش افتح الباب، اي حد يفتح الباب. مصطفى يا طه ما تشغلش التكييفات يا طه، هموت يا طه. حلو، نكتفي بهذا القدر من الكومبلاينس. هيفضل عندي الستومك واليورينري بلادر هبقولهم بعد شويه مع قانون عمنا لابلاس. لابلاس لابلاس تعالوا الاول اما نخلص من قانون عمنا ستالين في الكابيلز. ايه يا فندم؟ قانون عمنا ستالين يا اولاد. فاولا عمنا ستالين ده كان راجل فاضي مش زيك كده، وراك حاجات كتير مهمة، وراك بايو وراك ماتشات. ستالينج ده كان فاضي بقى، فقعد عمل قانون ستالينج في الهالت ده هتسمعه ان شاء الله سنة تانية. لا فين الطفل؟
اشتغل يا غا اشتغل تاني كده يا غا اشتغل تاني معلش دكتور هو هقولهم على بلاس لو لا بلاس بس هي كده بس هي بس هي المهم فعمك ستالينج ده كان راجل فاضي حتى قانون في الهالت اسمها سنة تانية حتى قانون في المصل المفروض انك عالفه من ايام المجهول بتاع 105 اللي عليك بقى في البيوفيزيكس هو ستالينج لو اوف ذا كابيلا ستالينج لو اوف ذا كابيلا ده من الحاجات السهلة الظريفة جدا والمهمة جدا 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 ستالين قال ان اي شعيره دمويه اي كابيلاري فيها اربع قوى وبيكونوا الاربع قوى دول يا احمد قوتين خروج وقوتين دخول يعني ايه قوتين خروج ويعني ايه قوتين دخول يعني في قوتين عايزين الميه اللي جوه الدم تخرج بره وقوتين تانيين عايزين المية لو بره تدخل جوه هتسامع اللي انا بقول متسرحش مني لو سمحت احنا لسه في اول اليوم يا عماد قانون عمنا ستارلينج في الكابيلا دي قال ان في كم قوة اربعة قوتين عايزيني اخرج من الشعيرة الدموية الى الخارج وقوتين عايزيني ادخل تاني مين القوتين اللي عايزينك تخرج فقالوا لي يا احمد هناك قوة اسمها هيدروستاتيك كابيلاري بريشر قوة دفع داخل الشعيرة الدموية للخارج اهي ولو كان هناك بروتينز بره فالبروتينز بتشد وتعمل قوة اسمها اوزموتيك بريشر واحنا هنا في الانترستيشيوم فده اسمه اوزموتيك بريشر اوف ذا انترستيشيوم دول عايزينك تخرج طيب مين بقى اللي عايز حضرتك تدخل فتقول يا دكتور اللي عايزيني ادخل حاجه اسمها الاوزموتيك كابيلاري بريشر اسمها ايه يعني لو كان في املاح وبروتينات جوه الدم فهيشدوني عشان ارجع وقوه الدفع المسماه هيدروستاتيك بريشر اوف ذا انترستيشن لو حضرتك بصيت على البولد هتفهم على طول موضوع بسيط خالص انا ميه اهو وانا ميه جوه الشعيره الدمويه ادي الشعيره ففي ناس عايزين نخرج وناس عايزين ندخل حد بيزقني لبره اسمه ايه هيدروستاتيك كابيلاري بريشر اسمه ايه ولو في املاح بره هتشدني لبره برضه اسمها اوزموتيك في الانترستيشن اسمها ايه بس في ناس عايزين يخش الهيدروستاتيك بريشر يعني قوه الدفع بتاعه الانترستيشن بتزقني لجوه والاملاح بتاعه الدم بتشدني لجوه دايما خليك فاهم الملح بيشد المية فالاملاح اللي جوه تشدك تخش جوه ويظل السؤال ادخل ولا اخرج ناس بتزقيني اخرج وناس بتزقيني ادخل اخرج ولا ادخل على حسب تعبتوا من حته البايفيزكس قد كده لونج شويه لونج تعبت تعبنا اوف سهلة سهلة جدا يعني انجز عندك كم قوة بتأثر على الكابيلا دي؟ أربعة كم قوة؟ أربعة كم قوة؟ أربعة قوتين عايزيني أخرج واحدة اسمها هيدروستاتيك كابيلاري بريشر واحدة اسمها هيدروستاتيك كابيلاري بريشر اسمها ايه؟ هيدروستاتيك كابيلاري بريشر بيساعدها الأوزموتيك بريشر أوف ذا انترستيشن بيساعدها أوزموتيك بريشر
بص على البولد ما تبصليش. وقوتين عايزيني ادخل، واحده اسمها اوزموتيك كابيلا بريشر، اسمها ايه؟ اوزموتيك كابيلا بريشر. وبيساعدها الهيدروستاتيك بريشر اوف ذا انترستيشن، بيساعدها مين؟ الهيدروستاتيك. اذا انا كجزيء ميه واقع تحت تاثير اربع قوى، ناس عايزين نخرج وناس عايزين ندخل، السؤال اخرج ولا ادخل؟ الاجابه على حسب. لو قوى الخروج اعلى اخرج، ولو قوى الدخول هي اللي اعلى ارجع ادخل تاني. والإجابة ببساطة شديدة يا أولاد إن هذه الشعيرة الدموية في الناحية الأرتيريال بتبقى قوى الخروج أعلى، فالمية بتخرج ويحصل حاجة اسمها فلتريشن. اسمها إيه؟ بينما في الناحية الوريدية تصبح قوى الدخول هي اللي أعلى، فالمية ترجع تاني، وده اسمه ريابسوربشن. اسمه ايه؟ ريابسوربشن. يبقى لو حضرتك طالب عندك ضمير وانا اشك في ذلك، فالمية في الشعيرات الدموية عمالة تعمل ايه؟ تخرج وتخش وتخرج وتخش. طب وليه ربنا خلاها تخرج وتخش؟ تخرج عشان تدي المواد الغذائية والاكسجين للخلايا، وبعدين تجيب الفضلات فتخش وترجع تاني. حد فاهم حاجة من اللي انا بقوله؟ اقعد. نعم؟ بتخش الشعيرة الدموية تاني ثم ترجع على الأوردة، تمام؟ بعدين القلب. اه طبعا. فاسأل حضراتكم السؤال. طيب يعني من الاخر كده هم اربع قوى. اه بص على البورد كويس. هم اي نعم يا سعد شكلهم اربعه، بس بيني وبينك الحقيقه هم الاثنين دول. يعني اللعبه ما بين مين ومين يا اسامه؟ الهيدروستاتيك كابيلا بريشر. هم دول، دي قوه ضعيفه. يبقى اللي بيزق الميه يخرجها هو الهيدروستاتيك كابيلا بريشر، واللي هيشدها تاني يرجعها جوه هو الاوزموتيك كابيلا. وبعدين قالوا لي خد بالك يا سعد ان الاوزموتيك كابيلا بريشر دوت حاجتين، جزء اسمه كولويدال اوزموتيك بريشر، وده عاملاه البلازما بروتين اللي انت هتعرفها عما قريب ان شاء الله الموديول الجاي، وجزء تاني اسمه كريستالويد اوزموتيك بريشر، وده عاملاه الاملاح عموما. يعني في حاجة اسمها كريستالويد اللي هما الصوديوم والبوتاسيوم، في حاجة اسمها كولويد اللي هما البلازما بروتين. فالبلازما بروتينز عاملين قوة شد، عارفة قد ايه؟ 25 مليمتر مرك. طب عارفة الأملاح الصغيرة دي عاملة قوة شد قد ايه؟ 4975 مليمتر مرك. زي ما حضرتك شايف واضح ان في حد مهم وحد ملوش لازم. فعلا الكريستالويد ملوش لازم يا دكتور. الكريستالويد 4975 والكولويد 25 بس. انت شلت الكريستالويد ازاي؟ قال لك علشان الكريستالز دي صغيرة بتعرف تخرج هي كمان من الشعيرات الدموية، فمتوزعة على الناحيتين قد بعض بالظبط. يبقى اللي جوه هيشدوك بقوة 4975، بس في قدهم بل هيشدك بنفس القوة. أصبح عندك قوتين متساويتين ومتضادتين محصلتهما صفر، ملهمش لازم. الكريستالويد اوزموتيك بريشر الضخم لا قيمه له، لان قد الكريستالويد بريشر اللي جوه في كريستالويد بريشر اللي ورا، لكن البلازما بروتينز جوه بس. فلما يشدوك له جوه بقوه 25 هم دول اللي هيرجعوا الميه تاني. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله؟ لو حضرتك فاهم حاجه من اللي انا بقوله فحضرتك من النهارده تقدر تفهم ان اي حد هتقل البلازما بروتينز عنده
يبقى المية هتطلع بره الشعيرات الدموية ومش هترجع تاني. هتتجمع المية بره الوعاء الدموي تحت الجلد، فيقول لك ده جسمه بيورم اللي هي الإديمة. يبقى لما أقول لك إن الليفر هو اللي بيصنع البلازما بروتينز يا صالح، وعندي عيان عنده مرض في الكبد، تقولي العيان ده هيورم يا دكتور. هيورم ليه يا دكتورة؟ لأن طالما ما عندوش بلازما بروتينز يبقى ما عندوش حد يشد المية يرجعها تاني. حد فاهم الكلام اللي أنا بقوله؟ طب حد مش فاهم اقول ايه تاني؟ انا حته تانيه. طب مين اللي بيزق الميه لبره؟ هما قوتين بس مين اهم قوه؟ هيدروستاتيك كابيلاري بريشر. طيب واللي بيشد الميه قوتين بس اهم قوه؟ الاوزموتيك كابيلاري بريشر. طب الاوزموتيك كابيلاري بريشر دوت حاجتين، حاجه اسمها كولويدال وحاجه اسمها كريستالويدال. الكريستالويدال كبير والكولويدال صغير، بس مين المهم؟ الكولويدال، لان الكريستالويد اللي هم الكريستالز جوه الدبل، انما الكولويد اللي هم البلازما بروتينز جوه بس، فهم دول اللي هيشدوا الميه يرجعوها تاني جوه. يبقى لو مفيش بلازما بروتينز ميه تخرج ما ترجعش تاني، تحصل دي. تمام، حلو. تعالوا ما نقول الهيمودينامكس عشان سهله، وبعدين نرجع بعد كده نختم بقى بعد البريك بالقانون لابلاس ونخش في الانترودكشن على طول. سيبك وانت اسلم لانه ضعيف. ايام طبعا بس انت يعني ايه بالشريك؟ طيب انا لو سألت ده سؤال شائع جدا في البلاد، التوتال اوزموتيك كابيلاري بريشر باكس، التوتال اوزموتيك كابيلاري بريشر قد ايه؟ بص على البورد ورد عليا، مفيش داعي نكمل بقيه الحصه واقفين. التوتال اوزموتيك كابيلاري بريشر قد ايه؟ 25 في عينك. التوتال اوزموتيك كابيلاري بريشر 5000. لما اقول لك القوة كلها كام؟ يبقى كلها يعني الاثنين مع بعض. مش في نفسها بره؟ انا بقول لك التوتال اوزموتيك كابيلاري بريشر القوة الكلية كام؟ 5000. لكن لو قلت لك الافكتيف اوزموتيك كابيلاري بريشر كام؟ سؤالي 25. انا بحب اقولها كمثال برضه. انا جبت فريقين شد حبل. فريق ده 10 والفريق ده 10. قعدوا الاثنين يشدوا الحبل محدش كسب، قمت انا داخل مع فريق وشديت كسبنا. الفريق اللي كسب كم واحد كله؟ 11. ما تقولش ان العشرة ما لهمش لازم، العشرة ما تقولش ان هم مش موجودين. موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين، في 10 قصادهم، ففي الاخر بقوا معادلين بعض، ماليش دعوة بس موجودين. بس لو سألتك مين اللي كسب الفريق ده تقول لي انا. حد فاهم؟ ما في فرق ما بين التوتال والإفكت. ماشي؟ ايه يا فندم؟ انت ايه رايك؟ لا طبعا في المعادله تحسبي الإفكتف بس. تمام؟ لان خلاص بقى انت لما تحطي هتحطي هنا 4975 وهتحطي هنا 4975 هيطيروا بعض، يبقى في النهايه تتعاملي مع كام؟ 25. 5000 بس. انا قلت الهيدروستاتيك اللي بره تجاهله. نعم
في الهيموداينامكس عندي موضوعين صغيرين، وكالعادة بفكرك تاني ما تصعبش الكلام على نفسك، ده كلام سهل جدا. في الهيموداينامكس احنا بنتكلم عن البلود فلو، عن حركة الدم. فاحنا بنتكلم عن البلود فلو، اولا عايزين نعرف انواعه، وثانيا عايزين نعرف قانون عمنا بوازل هاجن، ولا بقى بوازل هاجن بوازي مش عارف ايه، ولا زي ما تقول ما تفهمها وتكتبها في الاخر. موضوع بسيط جدا. العلماء قالوا يا جماعه ان اي حاجه ماشيه في مصوره، اي حاجه ماشيه في مصوره جايز تكون ماشيه لامينال، وجايز تكون ماشيه تربلنت. قلنا لهم يعني ايه يا جماعه ماشيه لامينال؟ قالوا لنا يعني ماشيه لير جنب لير جنب لير. بص كده، ادي وعاء دموي او ماسوره ميه او مجرى نهر النيل، المهم في الاخر ان في فلويد جوه ماشي، فتلاقي في طبقه هنا لازقه ما بتتحركش في الجدار، طبقه بعدها ماشيه اسرع، طبقه بعدها اسرع، والطبقه اللي في النص اسرع واحده، ثم تقل السرعه تاني تاني تاني، وتيجي طبقه لازقه في الجدار. المهم يعني، وطول ما احنا ماشيين كل طبقه لوحدها، يعني كل واحد في حاله، هنبقى ماشيين سايلنت. هنبقى ماشيين ايه؟ سايلنت. لا مين الفلو الصحيح. النيل يجري ولكن لا صوت له. يعني ايه النيل يجري ولكن لا صوت له؟ يعني لو حضرتك يا دكتوره رحتي على النيل هتلاقي ان الميه بتجري بس ما لهاش صوت. ليه ما لهاش صوت يا بيه؟ عشان طبقات الميه كل واحد ماشي في حاله، الطبقه دي هنا، الطبقه دي هنا، الطبقه دي هنا. روح بقى يا بدر عند حته الميه هتضيق فيها شويه، هتلاقي طبقات الميه دخلت في بعضها وبدا يحصل الصوت اللي انت بتسمعه في الافلام الاجنبي عند الشلالات بقى، وايه وش. ليه بقى في وش؟ عشان بقى تربلنت. عشان بقى ايه؟ اذا ببساطه شديده لامينا الفلو is silent turbulent flow، اللي الطبقات دخلت في بعضها فيه ده is noisy. is ايه؟ وقبل ما اكمل كلامي، فاي دكتور عنده حته ضمير، واي طالب عنده ضمير مش كيس جوافه، يفهم من هذه اللحظه انه لو حط سماعته على شريان وسمع صوت الدم تبقى مصيبه، عشان احنا بنقابل عيال هبله. مالهم العيال الهبله؟ حاطط لابس السماعه وحاطط السماعه على شريان صاحبه، مستني ايه يا حبيبي؟ مستني اسمع صوت الدم وهو ماشي، مش هتسمع حاجه. ليه يا دكتور؟ لان المفروض ان صاحبك ده طالما انسان طبيعي يبقى الدم في شرايينه ماشي لامينال، وطالما لامينال يبقى حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله؟ امال انا هسمع امتى يا دكتور؟ اقول لك لو سمعت يبقى تربلنت. طب وامتى بقى اللامينال فلو يتحول الى تربلنت فلو؟ ام جم جه عم كرينولد وقال العمليه كلها عند رقم 2000، رينولد نمبر 2000. لو حضرتك عديت ال 2000 سيصبح اللامينال فلو تربلنت. طب وهو رينولد نمبر ده بنحسبه ازاي؟ قال لك حضرتك هتحسب الراديوس في الفيلوسيتي في الدنسيتي على الفيسكوسيتي. سيبك من الدنسيتي دي، افتكر الثلاثه دول، الراديوس والفيلوسيتي عوامل طرديه، الفيسكوسيتي عامل عكسي. وخد اسئله من هنا ل 100 سنه جاي، لو انت واد شاطر وبتفهم هتحل اي حاجه من غير ما تذاكر، ولو انت كيس جوافه فوالله لو حفظتهم لك هتغلط فيهم تاني. بص كويس، لو رينولد نمبر زاد هيبقى الفلويد تربلنت، وبالتبعيه هتسمع صوت. طب ايه اللي بيزود رينولد نمبر؟ الراديوس والفيلوسيتي.
طب وايه اللي يقلل رينولد نمبر؟ الفيسكوستي. اسال حضرتك عندي عيان عنده انيوريزم في الاورطه, قال لي ما عرفتش يعني ايه انيوريزم, اقول لك انيوريزم على الاورطه بتاعه تضخم بقى كده, تسمع صوت الدم في الانيوريزم ولا لا؟ اه ليه؟ عشان الريديا الزيت. حد فاهم حاجه؟ طب عندي عيان عنده ضيق في صمام في شرايين القلب, فاصبح الدم وهو معدي من الصمام لازم يعدي بسرعه, تسمع مرمر يعني صوت حركه الدم ولا لا؟ اه عشان الفلوستي زادت. جيلك عيل غلس بقى ربنا ما عليه, ما تعرفش منين, بس علاقة الريديوس بالفيلوسيتي علاقة عكسية يا حبيبي. أيوة بس في الآخر في واحد فيه ما يبقى ليه أبر هاند, أنت مالكش دعوة بالكلام ده. إحنا لما بنجيب لك السؤال بنوري لك الفاكتور اللي اتغير. طبعا يعني السؤال بيجي يقول لك عيان عنده أنيوريزم, أه هي عايزة عيان يا دكتور عنده أنيوريزم, يعني أنا عايز أقول لك الدايمتر زاد. حلو, تربلنت ولا مش تربلنت؟ تربلنت. يوم هو إيه بقى مش يحل كده يا محمد؟ دايمتر زاد بس الدم هيعدي أبطأ, يبقى الفلوس لا مش هيبقى تربلنت. لا تربلنت يا اخوي, تربلنت صعبهاش انت بس على نفسك, هو تربلنت. عارف انا بقول لك ايه؟ ماشي. الناس اللي هتغلط في البيوفيزيكس هم عايزين يغلطوا, دول ما تقولهمش حاجه, ان السؤال تعرفك مش جايك لاي عارف انك ما انتش فاهم حاجه, فجايب لك السؤال على السهل كده. عيان عنده ضيق في الصمامات, ضيق الصمامات يبقى الدم عدى بسرعه, عدى بسرعه تبقى الفلوس عاليه. تربلنت ولا مش تربلنت؟ تربلنت. عيان عنده انيميا, لزوجة الدم قلت, لزوجة الدم قلت, تسمع صوته ولا ما تسمعش؟ اسمع. فاهم يا بيل انا بقوله ولا سرحت في الملكوت؟ خليك معايا. رينولد نمبر 2000, وانت مش هتحسب يا سعد الرقم, بس كام الرقم اللي عنده يتحول الفلو من لامينر الى تربلنت؟ 2000. ده مرتبط بايه؟ ثلاث حاجات, حاجتين يزودوه الريديوس والبلاس, وحاجه تتناسب معاه عكسيا وهي الفيسكوستي. يبقى لو انا جيت يا صالح قلت لك لزوجه الدم اعلى, اسمع صوت للدم ولا ما اسمعش؟ لا ما تسمعش. فاهم معايا يا اسامه؟ طب ايه بقى حكايه بوز الهاجن فورمولا دي؟ بص يا اولاد, بوز الهاجن فورمولا قايمه اصلا على قانون عمنا اوم, وعمنا اوم ده كان راجل بتاع خزانات ميه, فاوم قال لو ده خزان ميه وده خزان ميه وبينهم ماسوره, الميه تمشي من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ على حسب. على حسب ايه؟ قال لك على حسب فرق الضغط صغير وكبير. ايه ما فيش صغير وكبير, على حسب فرق الضغط. يعني لو انت مالي ده ميه والضغط فيه عالي ودوت ما فيهوش ميه فالضغط قليل, يبقى الميه تمشي كده, يبقى الفلو يساوي دلتا بي على ار. على فكره اما تطلع سنه تانية ده اهم, ده لو طلعت يعني ده اهم قانون حاكم للفاسكولار كل, ان الفلو يساوي ايه؟ دلتا بي على ار. يعني كمية المية او الدم اللي بتتحرك في مكان تساوي فرق الضغط بين المكانين على المقاومة في الماسورة. المقاومة فين؟ يعني يا عم احمد لو الماسورة ديت انت ضيقتها يبقى المقاومة زادت, المية تتحرك احسن ولا اقل؟ حد مش فاهم؟ قوم تاني يا سعد. قوم بيقول ايه؟ قوم بيقول الفلو يساوي دلتا بي على فرق الضغط على المقاومة. يعني انت عندك خزان مية هنا وخزان مية هنا, ضغط هنا اعلى مية تمشي كده, طب الضغط هنا اعلى هتمشي كده, طب الضغط هنا كويس اعلى من ده واعلى وزاد الضعف, يبقى كمية المية اللي هتمشي هتزيد الضعف. طيب ده بالنسبة لفرق الضغط. طب والمواسير, كل ما المقاومة في المواسير تزيد المية مش عارف تمشي. بوز الوهاجن عملوا ايه يا عمر؟ بوز الوهاجن درسوا المقاومة, قالوا ان المقاومة, بص عشان تشوف قد ايه كلام عبيط, تتناسب مع طول الماسورة
في لزوجة السائل على الريديوس الصلبة. يعني كل ما المواسير تبقى أطول كل ما المقاومة تزيد، كل ما السائل لزوجته تبقى أعلى كل ما المقاومة تزيد. والديامتر يؤثر للأس الرابع. سمع كلمة الأس الرابع؟ يعني لو الديامتر بقى الضعف المقاومة هتقل 16 ضعف. حد فاهم اللي بقوله؟ ايه؟ بوازل وهاجن جمع على قانون عمنا أم وقالوا الفلو يساوي دلتا بي. بس يا دكتور الفلو يساوي ايه على ايه؟ دلتا بي على هم قالوا بقى الار ديت ايه اللي بيحددها؟ طول الماسوره في الزوجة السائل على الريديس. بس الريديس اس كام؟ اس 4. قال لك بس لو سمحت حط ده هنا، يبقى الفلو يساوي ها مليك دلتا بي على ال ال مفيش ار بقى، العرض بقت ال في الفيسكوسيتي على ار اس 4 مقام المقام بسط، يبقى ار اس 4 فوق. حد فاهم هما جابوها منين؟ دينومينيتور اوف ذا دينومينيتور از انومينيتور، صح؟ خدتوها الكلام ده ولا ما خدتوهوش؟ يا بنتي قضي عليا، مقام المقام بسط، ما خدتوش الكلام ده؟ دي ما انا ما اعرفش اصلا. الغريب ان الحساب او الرياضيات كل شويه بيصعبوها، وبعدين تطلع لك الطالب تقول له 9 في 5 بكام؟ ما اعرفش والله العظيم. يعني انا دلوقتي لو قعدت اسالكم في جدول الضرب بنصكم مش هيجاوب، بقت مسخره. انما ما علينا ما علينا يا دكتور، صدقيني يعني هو كده اللي تحت اللي تحت ده بيطلع فوق خالص. فلما انت تبص بقى على القانون تبدا تستنتج ان الدم اللي ماشي في جسمك في عوامل بتحدده. يعني الدم اللي هيخش للاورجانز بتاعتك مرتبط بايه؟ بفرق الضغط والديامتر اوف ذا ارتري اللي بيوصل الدم على طول الشرايين، وده مش هنغيره. يعني ده تقدر تعمل عليه اكس صغيره كده في اللزوم. واسال حضرتك لو انت طالب عندك ضمير، انا هرفع ضغط الدم بتاعي يوصل دم اكتر للانسجه ولا لا؟ يوصل. هتقل لزوجة الدم هيوصل دم اكتر ولا اقل؟ دم اكتر. لما اللزوجه تقل الفلو هيزيد. بس مش لازم اسالها لك كده، ممكن اجي اقول لك هو عيان الانيميا الفلو اوف ذا بلاد عنده حلو ولا وحش؟ حلو يا كيس الجواب. بص بص شيماء، يعني يا شيماء جايه كان قاعده مع بنت خالتها في البيت، عيان الانيميا الفلو بتاعه، يا دكتور ده عيان، يا دكتور ازاي الفلو يبقى حلو؟ يا بنتي دي قوانين، عيان الانيميا اللي زوجه عنده قليله يبقى الفلو عالي، مش دي علاقه عكسيه؟ اللي زوجه قليله يبقى العلاقه يبقى الفلو ازاي؟ الزوجه غالبا بيوصل بسرعه للاورجن مثلا او الدم يروح، هيروح اسهل. مفيش ازاي وعنده لزوجه؟ يعني ما عندوش لزوجه للدم يا بنتي، الانيميا يعني ما فيش لزوجه، كون الحمض قليله يبقى ما فيش لزوجه للدم، تمام؟ يبقى اللزوجه قلت عند عيان الانيميا اصبح الفلو اعلى. امال عيان الانيميا تعبان ليه؟ لان الدم بيروح كتير بس دم مالوش لازمه، ما فيش كور حمضة تشيل اكسجين فهو تعبان برضه، اللي بيروح له ده شويه ميه. حد فاهم حاجه؟ لكن اهم فاكتور هو الدم. يعني لو حضرتك عندك أورجن عايز تدخله دم كتير، فالأهم من إنك تخلي قلبك ينقبض أقوى ويغير الضغط إنك تروح بس عليه وتعمله فازو دايلاتيشن. تعمله إيه؟ يعني لو حضرتك بتودي دم للعضلة ديت والشريان عامل كده
وقمت حضرتك خليت الشريان اللي داخل العضلة يعمل دايلاتيشن الضعف، الدم هيخش العضلة كم ضعف؟ 16. هيخش كم ضعف؟ 16. لأن الفلو يتناسب مع الريديوس للأس الرابع. حد فاهم اللي أنا بقوله؟ أفهمت. ليه شلت إيه؟ الـ كفاكتور نظريا موجود، ولكن فعليا انت عمرك ما هتغير الفلو بتغيير شريانك، هتطوله او تقصره ازاي؟ ده مش والد. اذا هو فاكتور موجود في المعادلة ولكن الجسم ما بيستخدموش. يا صعبة البايوفيزيك جدا. سأل بقى على 5 4 وثلثة نتقابل تاني جوه القاعة. مفيش مسائل في الامتحان الا مسائل مباشره وسهله. يعني هيجي يقول لك عيان الدايمتر بقى الضعف، الفلو يزيد كام؟ 16. تمام دكتور عفت جايبه مثلا سؤال قبل ما تخرج، بس كانت لسه يومنا بتقول لي على مساله بتقول لك البريشر قل النص تمام والريديوس زاد الضعف، الفلو اخباره ايه؟ هيزيد 8 اضعاف. ليه؟ ده هيزيد 16 وده هيقللك نصهم، يبقى انت كده هتزيد 8. تمام؟ هي مش صعبه، هي محتاجه حد عنده حته مخ قد كده، وانا عارف ان دي ازمه اصلا. افندم علشان خاطر تمشي يعني انت